تستغيث بين نقاوم وفاء للشهداء ولأهالي الشهداء. طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم على خدمة الواتساب وعبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. خلونا نبدأ بآخر إحصائية لوزارة الصحة في العراق حول الإصابات والوفيات بسبب وباء كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا و47 حالة شفاء في عموم العراق، فيما نوهت إلى أن الحصيلة شملت حالة وفاة واحدة في مدينة الطب العاصمة بغداد. وأشارت وزارة الصحة إلى أن المجموع الكلي للإصابات بلغ 1513 والوفيات 82 وحالات الشفاء بلغت 953 حالة في عموم العراق. يعني مع هذا الارتفاع للإصابات، الجماعة ملتهين بتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب. اليوم غرد النائب السابق عزة الشابندر وقال بأن الكتل والأحزاب السياسية افتتحت، كما سماه، افتتحت مزادا لبيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة. أضاف بأن مزاد بيع الوزارات يشرف عليه خبراء بهذه المسألة في ظل وجود تسهيلات، كما قال، للراغبين بالوزارات لعدم وجود تخصيصات مالية بسبب تدني أسعار النفط. يعني في هذه الظروف الحساسة والصعبة اللي مر بيها العراق واللي مر بيها العالم كله، الجماعة ما همهم المواطن ولا همهم صحة المواطن، الجماعة همهم الأول هو توزيع الحقائب فيما بيناتهم. وكذلك اليوم تحدث الصحيفة الاندبندنت البريطانية وفي تقرير مطول يعني كشفت فيه عن تمسك، كما قالت، أحزاب السلطة في العراق بمفهوم المحاصصة الطائفية في عمليات توزيع المناصب الوزارية. الصحيفة أكدت بأن آخر تفاهمات القوى الشيعية، كما جاء في التقرير، بشأن الحكومة الجديدة التي يعكف المكلف عليها مصطفى الكاظمي على تشكيل هذه الحكومة هو حصول، كما جاء في التقرير، المكون الشيعي على 11 حقيبة وزارية من أصل 22 حقيبة، فيما حصل المكون السني على 6 وزارات والمكون الكردي على 3 وزارات مع وزارتين للأقليات. الصحيفة أوضحت بأن الأحزاب السياسية الشيعية، كما سمتها وقالت في التقرير، تمسكت بحقائب الداخلية والخارجية والنفط، فيما بقيت وزارة الدفاع لدى الأحزاب السنية، مع استبدالهم وزارة التربية بوزارة التعليم العالي، على أن تبقى وزارة المالية ضمن حصة الأكراد الذين حصلوا للمرة الأولى على وزارة الكهرباء منذ تأسيس نظام المحاصصة الطائفية بعد العام 2003. طبعا في إطار الصراع على المناصب، أكد تحالف سائرون بأن الدعم الذي حصل عليه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ليس دعما مطلقا، مبينا بأنه سيزول فور الحديث عن الحصص الوزارية. إذا يطيهم مصطفى الكاظمي أو غيره ما يريدونه راح يمررون اسمه، إذا ما يصير خلاف بيناتهم على المناصب لا، ربما نشهد على يعني اسم رابع
لتشكيل الحكومة. عضو التحالف تحالف سائرون وهو رائد فهمي قال بأن بعض الأطراف السياسية دعمت الكاظمي من أجل التخلص من رئيس الوزراء المكلف المعتذر كما سماه عدنان الزرفي. أضاف بأن تلك الجهات لا تعنيها دعم الكاظمي من سواه، وأشار فهمي إلى أن الدعم المطلق التي أعلنت عنه الكتل السياسية للكاظمي لن يطول كثيرا، لافتا إلى أن عملية تشكيل الحكومة ستكون معقدة للغاية بحسب تعبيره. معنا اتصال حسين من الكوت، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يحفظكم. بالبداية أهلا وسهلا بكم وبرنامجكم. الله يسلمك. المبارك إن شاء الله. وياكم حسن من محافظة واسط. اليوم أحب أتكلم وياكم بخصوص الثورة وبخصوص أزمة كورونا. نعم. وبخصوص خلية الأزمة اللي صارت. نعم. منذ إنه أزمة كورونا بدأت بالعراق وبدأت الإجراءات الحكومية. انه بحضر تجوال، بس للاسف الشديد استاذ عمار انه قله العنايه من قبل السلطات الحكوميه او الحكومه بشكل عام. يعني ذوي الاحتياجات او ذوي مثلا الدخل المحدود اللي عيشتهم على قوتهم اليومي، ما شفنا يعني مثلا مساعدات لهم، ما شفنا مثلا رعايه حقيقيه لهم، بعد اهلهم او بعد العوائل المتعففه والعوائل الفقيره. طبعا اقتصرت انه فقط على اقتصرت انه الناس هي يعني عن طريق السلات الغذائيه يقدموها للعوائل الفقيره طبعا، وضافه يعني باختصار مقصور او جهد الحكومه فقط على حظر التجوال وقطع وغلق المحلات التجاريه، اقتصر فقط على هذا الموضوع. طبعا انا من خلال قناتكم ومن خلال برنامجكم المبارك ان شاء الله احب انه اوجه رساله للحكومه. انه يعني يخلون او يتفون على العوائل الفقيره او العوائل المتعفه، خاصه في ظروف هذه الازمه، ازمه كورونا. مثل ما تعرف استاذ عمار اكو عوائل ما عندها استطاعه انه تمشي يوم عايشه على يومها. يعني تطلع مثلا للمحل او مثلا تروح مثلا تبيع كذا حاجه بحيث على مود تسد احتياجاتها اليوميه، تمام؟ نعم. احنا نطلب من الحكومه انه تساعد هاي العوائل، تساعدهم وترعاهم. نعم. يعني ان شاء الله. برايك حسين، يعني الجماعه اليوم ملتهين بتقسيم المناصب بيناتهم، والحظر صار له فتره طويله، ولغايه الان مثل ما انت تفضلت قلت جهد الحكومه اقتصر على فقط حظر التجوال دون تقديم الدعم للعوائل الفقيره والمتعففه. برايك راح يقدمون؟ برايي انا الشخصي مثل ما تعودنا من الحكومه طبعا وعلى الازمات اللي سابقه مثل ما تذكر طبعا سبحان الله الزمن استاذ عمار الزمن يعيد نفسه. لا تذكر ازمه الماي مال البصره، الماي المالح مال البصره. انا لبكتها استعوذ بالتحالفات والملك الاكبر والمنصب اليه، نفس الحادثه جاي يشوفها اليوم. مع الاسف يعني الحكومه العراقيه بالخصوص الحكومه العراقيه السلطه المعنيه انه ما يعني مثل ما نقول جهد حقيقي او فعلي اتجاه المواطن. يعني احنا نشوف اليوم محتاره بالكتله الاكبر او محتاره بتقسيم المناصب، محتاره ايضا باختيار رئيس الوزراء. اصلا بالاضافه لو نرجع لاختيار رئيس الوزراء اللي اصلا جابوه هم مخالف بعد رؤيه ساحه التظاهرات ومخالف الشعب اللي يريدها. يعني ويا استاذ عمار نعم انه ما يعني شلون اوصلك يا استاذ الفكر، انه ما مهتمين بالشعب، ما مطينا الاهميه ذيك الاهميه الحقيقيه.
الحكومة أستاذ عمار، الحكومة هي واجب يعني واجبها ووظيفتها تخدم الشعب. دكتور سطر انه انا اليوم لما عينت مثلا كذا اتخذت مثلا كذا كذا نائب او اتخذ كذا رئيس او رئيس وزراء او اتخذ وزير، انت واجبه يوفر لي اكل، واجبه يوفر لي ماي، واجبه يوفر لي صحه، تمام؟ هذا واجبه تجاري. يعني مثل ما تعرف الشعب والله مثل ما زار السلطات، هاي واحد. ثانيا الحكومه هي بخدمه المواطن، مو المواطن بخدمه الحكومه، تمام استاذ؟ ثانيا يعني انا رؤيتي الخاصه انه ما راح يقدمون ولا يعني ما قدموه ولا راح يقدمون شيء للمواطن. راح يكون على هذا يعني راح يكون على التزمجهم على عدم يعني اعطاء اهميه للمواطن. نعم. أنا أشكرك حسين من الكوت كان معنا. طبعا مثل ما قال حسين جهد الحكومة اقتصر على حظر التجوال، وحتى هذا الأمر ما نجحت به في بعض المناطق. يعني البارحة انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يوضح كيف أن أفراد حماية محافظ بابل السابق صادق مدلول قامت بطعن هذا الشرطي، لأن هذا الشرطي راد يعني قال لهم أكو حظر تجوال. الجماعة زعلوا، تدري ذولا على أساس يمثلون القانون ويمثلون الدولة، قاموا طعنوه بالسكاكين. خلونا نشوف المقطع ونرجع لكم. قصته من هذا باو عليه من هذا، خلي يشوف السيد الوزير حماية صادق المدلول شو تسوي. سيف ابن اخو صادق المدلول على حظر التجوال يضرب له منتسب بالسكينه، خلي يشوف السيد الوزير. هذا اذا اقبلها السيد الوزير خلي يشوف مركز شرطه النيل مديريه المحاويل قياده شرطه بابل. قصته من هذا باو عليه من هذا، خلي يشوف السيد الوزير حمايه صادق المدلول شو تسوي. سيف ابن اخو صادق المدلول على حظر التجوال يضرب له منتسب بالسكينه، خلي يشوف السيد الوزير. هذا اذا اقبلها السيد الوزير خلي يشوف مركز شرطه النيل مديريه المحاويل قياده شرطه بابل. الجماعه قاموا يستخدمون السكاكين، الظاهر يعني صارت البنادق والمسدسات موده قديمه فحبوا يغيرون بالسكاكين. يعني هذه وضعيه بلد على أساس هم هذا ذول حماية المحافظ، المحافظ السابق. والله عجيب. يعني رجل واقف، طبعا هذه هذا المقطع يمكن يتكرر بالأسبوع مرة أو مرتين بالعراق. هذا طبعا اللي نشوفه واللي ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. كم مقطع شفنا لرجال مرور يتم ضربهم من قبل حمايات السياسيين وحمايات الوزراء لأنه واقف ده ينظم المرور، فالجماعة لا يريد يضرب الإشارة ويطلع، ما يهم أنه يسوي حادث يقتل إنسان. فإذا يريد يطبق القانون إن كان رجل المرور أو رجل الشرطة مثل ما شفنا بهذا المقطع، الجماعة ما يقبلون لأن عندهم هم فوق القانون، ما عندهم شيء أصلا اسمه قانون هم. فهذا يعني فيض من غيظ كما يقال. معنا اتصال؟ اكو اتصال. فاطمة من البصرة، تفضلي فاطمة. فاطمة السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. هوي انا من البصرة وعندي هوية مع المعين، استلمتها صار لست اشهر بس راس ماكو. شو استلمتي؟ عندي هوية مع المعين. نعم. استلمتها صار لست اشهر. استلمتي مرة واحدة. ولحد الان صرف ماكو. لا ما استلمت قصدك راتب، بس استلمت الهوية صار لست اشهر، قالوا شهر رابع نصرفها على الثالث بداية الثالث وبعدين للرابع، لحد الان ماكو. هاي على الرعاية الاجتماعية. اي. نعم. وصار لك 4 أشهر 3 أشهر تنتظرين. اي صار لها 6 أشهر انتظر ما
مال الهويه مال معي لحد الان لا رساله وصلتني ولا اخبار عنك. زين ما من رحتي راجعتي سالتيهم شو يقولون؟ بعد ما اعطوني الهويه وقالوا لي انتظر رمز يجي لك وانطول التاريخ رحت التاريخ قالوا بعد. نعم. نعم، أنت شو يعني على هاي الرعاية الاجتماعية؟ يعني عندك شهيد، عندك يعني تقاعدي، لو لأن مثلا حالتك ما تساعد حسبوا لك إياها بالرعاية الاجتماعية؟ لا أخويا، عندي ابني أعمى. ابنك شبيه؟ وسوى دراسة مال معي، أعمى ما يشوف. ها أعمى، نعم. الله يشافي، نعم. إي، سوى دراسة مال معي. وما استلمت لغاية الآن؟ لا ما استلمت. نعم. زين ما رجعتيهم بالفترة الأخيرة قبل حضرة التجوال؟ لا والله بعد ما رجعت ما خشيت رحت المكاتب سألت قالوا انتظري. الله يعينك. صار 6 شهور. نعم. الله يعينك. مأساة. كل شوية حالتنا كلها نعم. تعبانة، أبونا تعبان. نعم. والله يا فاطمة يعني والله مآسي العراق يعني تسمع المآسي. الله يعينك والله يشافي ابنك. علي من كربلاء، تفضل علي. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلون الصحة الأحوال؟ الله يسلمك ويخليك ويحفظك، يا أهلا بيك، تفضل. الله يسلمك، أنا أحيي قناة الرافدين وأحيي الأخوة المخرج وكل العاملين في هذه القناة المباركة. الله محييك ويحفظك. الله يسلمك، الله يحفظك. طبعاً احنا تعرف أنه الوضع الحالي كل العراقيين متوجهين لي خصوص الحظر وخصوص مرض كورونا. نعم. تعرف أن الحظر صار مدة طويلة في المحافظات خصوصا في كربلاء. أنه المشكلة وين دكتورنا العزيز؟ أنه نعم. الحظر لابد أنه إجراء يسوونه لازم يكون إجراء سريع. نعم. الحظر من سووه لازم لابد أكو بدائل إليه، يعني تعرف أنه أكو عوائل فقيرة محتاجة خصوصا في كربلاء، يعني جدا عوائل محتاجة ودخلها محدود، وهذا مثلا اكو ناس يعني تشتغل على باب الله زين. نعم. فلا بد انه توفروا لهم المواد الغذائيه المستلزمات اللي يحتاجوها، يعني الحكومه ابد ما تحركت في هذا المجال، يعني حقيقه. نعم. خلف الله على الناس الخيره والناس المتطوعين والناس اللي جاي يسهرون الليالي من اجل انه يساعدون الناس الفقيره، وهذا واجبهم اكيد. نعم. زين. اي فاحنا يعني حقيقه يعني الحمد لله والشكر انه قدرنا احنا، يعني انا احكي لك عن نفسي انه الحمد لله والشكر قدرنا نساعد من خلال انه انا كمتطوعاني مع الكوادر الصحيه الحمد لله والشكر. بارك الله بك. قدرنا انه نعفر نعقم شوارعنا ومدننا في كربلاء الحمد لله، يعني خلصنا تقريبا 30 يوم بتعفير وتعقيم مدينة كربلاء المقدسة. صار لكم ايش قد؟ هذا واجبنا اكيد. صار لكم كم يوم اخي علي؟ صار 30 يوم صار لنا. 30 يوم، بارك الله فيك. 30 يوم صار لنا. نعم، هاي جهود من بداية الأزمة لحد الآن. هاي جهود مواطنين. هذه أنا أحكي لك كمتظاهراني، أحكي لك كمتظاهراني، يعني الشباب متظاهرين اللي يسموهم جوكرية، اللي يسموهم دعم سفارات، اللي يسموهم ما أعرف من يدعمهم، هذول المتظاهرين، أنا كمتظاهر سلمي زين طالب بحقي وطالب بحق كل الفقراء والمحتاجين، احنا طلعنا مع الأبنية المدرسية في كربلاء وشكلنا فريق، والحمد لله والشكر قدرنا انه نعقم ونعفر، كذلك السلات الغذائية الحمد لله والشكر. نعم. زين ما نشكر عنا هذا الشيء، هذا واجبنا كمواطنين احنا زين. نعم. يعني
الحمد لله والشكر انه قدرنا نساعد، قدرنا نعاون، لكن اكو ناس فقراء ما جاي يوصلوا لحد الان. مشكله انه محافظ كربلاء انه مخصص ارقام، ما اعرف بس للعرف يطي، ما اعرف بس للي يعرفهم زين، يعني والله جاي يناشدوني، جاي يناشدوني يكلمون وياي على الخاص انه يا اخ علي انت بلكت تحكي، بلكت تقول انه احنا ناس فقراء قاعدين بالتجاوز ما جاي يوصلونا زين، ما يعني والله يعني القصص اللي جاي تجيني حقيقه الله شاهد شعر راسي يوقف من ورا انه قد محتاجين وقاعدين بيوت يعني التجاوز. نعم. محتاجين يعني الاطفالهم حليب ما يعني والله يعني فد شيء يعني منظر يقهر. نعم. زين. اتامل خير من المواطنين الشقفاء الغيارة، اكيد العراقيين اصحاب نخوة وغيرة، احنا من ننشر حالة انا والله الله شاهد علي. نعم. دكتورنا عزيز. نعم. نشرت حالة بخصوص طفلة من بغداد من الشعلة زين محتاجة حليب. نعم. تتصور انه من نشرت هاي الصورة لها انه والدها عامل زين وما عنده فلوس انه يشتري لطفلته حليب. نعم. وحفاضات فنشرتها الله شاهد علي. الفيسبوك انقلب قلاب بخصوص هاي الطفله، الحمد لله والشكر انا نشرتها تقريبا بالليل والحمد لله وفروا لها وساعه ساعتين الناس الخيره زين وفروا لها حليب ووفروا لها حفاضات، احنا ما دام انه اكو هيك ناس الحمد لله العراقيين بخير زين، مو غريبه على العراقيين، مو غريبة على العراقيين. احنا اكيد مو غريبة، اكيد. نعم. والله اكيد مشهودة لهم، يعني احنا نتفاخر انه عراقيين يم دول الخليج، العالم كله يتفاخر انه العراقيين اهل نخوة وطيب وغيرة. الحمد لله وشكرا. بخصوص كورونا يعني انا اشوف ان الوضع في العراق الحمد لله والشكر مقارنة بالدول يعني مثل ايران مثل ايطاليا مثل السعوديه بقيه الدول الحمد لله والشكر انه مقارنه بالدول انه العراق في حاله جيده مع هناك اكو اصابات لكن خلال هذا الاسبوع انه قلت الاصابات بدات الحالات الشفاء الحمد لله تزداد خصوصا في كربلاء. نعم. يعني تصور دكتور عمر انه وصل العدد المتبقي في الحميات في كربلاء. نعم. انا طبعا زرتهم كمتطوع. نعم. بقى العدد 9 الحمد لله والشكر يعني 9 فقط والحمد لله والشكر انه في الايام القادمه راح يطلعون ان شاء الله لان هم تحت العنايه وتحت الـ يعني. نعم. اخي علي بما انه انت من الشباب المتظاهر المتطوع في التعقيم والتعفير. نعم. الوضع الصحي القطاع. نعم. الصحي بكربلاء شنو الاحتياجات النواقص اللي موجوده اللي تشوفوها بالمستشفيات بكربلاء بشكل عام؟ نعم والله يعني حقيقه خليني احكيها بصراحه يعني. نعم. خليني احكيها يعني امام الملا امام المشاهدين انه صحه كربلاء بحاجه الى يعني بحاجه الى كمامات يعني هاي الكمامه تعرف انه اسعارها ارتفعت بوقت الازمه يعني. نعم. كمامات الجفوف ارتفعت. نعم. الحمد لله وشكر انه المتظاهرين المتطوعين عفوا قدروا انه يوفرون كمامات تعاون مع صحه كربلاء قدروا يوفرون يعني كذلك. نعم. يساعدوهم. تعرف انه الصحه وزاره الصحه في العراق عموما انه مو بالمستوى المطلوب يعني وايد تفتقد يعني تفتقد انه مستلزمات تفتقد ادويه. نعم. يعني لكن الحمد لله والشكر تضافر الجهود انه قدرنا انه نسد هاي النقص اللي موجود عندنا الحمد لله والشكر انه. نعم. تعاوننا بتكاتفنا اكيد راح نقضي على هذا المرض ان شاء الله. الله يبارك بجهودكم ويحفظكم وموفقين ان شاء الله. انا اشكرك اخي علي من كربلاء. معنا اتصال ام عبد الله من بغداد. تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تحية لحضرتك في داخل قناة العراق الشريف. أهلاً وسهلاً. أستاذ اللي بأسمعه واللي بأشوفه وحضرتك من تتعلق أنه تقول أنه هذا منتشر
وطعن من قبل الحشد او هاي القوات اللي نصبت اخيرا في العراق. يعني احنا نتصور انه استاذ انه هو الامن في العراق هو من تحت سيطره منه القوات الامنيه، لا تشترك بها قوات امنيه لا شرطه ولا جيش، وانما ان قوه امنيه هو الحشد هو اللي بيسيطر على كل مفارز الحياه بالمجتمع العراقي. لهذا يعني شوف احنا يعني كل يعني هسه بالوقت الحاضر المرجعيه هي المسؤوله عن تنظيم القوى الامنيه في العراق عن طريق اوصافها وباسماء مسميات يعني بعيده كل البعد عن الاسماء الحقيقيه، وهي عليه سستانيه حسينيه يتضمن الامام علي والامام حسين من هذه القوات، لانه قوات قامت على الحقد الفارسي تقوم بقتل الشعب العراقي وخاصه السنه بعدما قتلتهم بالتصفيه الاولى، وستقوم بعمليه تصفيه في كل فريق شيعي موجود في المناطق الجنوبيه والمناطق الاخرى. استاذ عندنا هاي القوات الحشد او القوات انصار المرجعيه يعني كل يعني مسطرين النجوم على اكتافهم، لا هم بمستوى يعني كضابط ولا وقفة ضابط ولا متدرب ولا نعم هي ظاهرت ام عبد الله ظاهره الدمج مع الاسف يعني منذ العام 2003 ولغايه الان. ام عبد الله من بغداد مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، عندنا موضوع اخر اليوم بيان الى من اللجنه العليا للميثاق الوطني العراقي تحدثت به بان ميليشيات الحشد برفقه مجموعات ايرانيه انتشرت في صحراء الانبار وصادرت ممتلكات البدو والرحل بصحراء الرطبه وقرب الحدود مع السعوديه واعتقلت عددا منهم وهدمت خيامهم. واوضحت اللجنه بان هذه العمليه تعد جزءا من مشروع إيراني قديم متجدد الهدف منه تأسيس قاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني في صحراء الرطبة تواجه قاعدة عين الأسد لجعل الأراضي العراقية مواقع دفاعية متقدمة في صراع إيران مع دول الجوار وأمريكا. أضاف البيان بأن الهدف الثاني من هذه العملية هو الضغط المستمر على قضاء الرطبة الذي يشهد تضييقا كبيرا على سكانه، فيما الهدف الثالث يكمن في استخدام مثلث الحدود العراقية الأردنية السعودية في التهريب ونقل الميليشيات والسلاح. يعني الجماعة ما همهم لا كورونا ولا أزمة اقتصادية ولا وضع البلد، أهم شيء ينفذون أوامر إيران على حساب العراق وعلى حساب سيادة العراق اللي هي مفقودة منذ العام 2003 ولغاية الآن. أهم شيء شيء أمرهم الولي الفقيه هم يقولوا له حاضر.
على حساب المواطن، على حساب ثروة البلد، على حساب اقتصاد البلد، على حساب حياة البلد، على حساب سيادة البلد، ما يهمهم، أهم شيء ينفذون المخطط الإيراني في العراق وفي المنطقة. خلونا نقرأ رسالة واتساب، رسالة من أم محمود من الموصل، تقول أني أشكر جهود قناتكم، أرجو من رئيس الوزراء الجديد الكاظمي أن ينفذ العفو العام للمعتقلين حتى الشعب كما تقول يثق به، وشكرا لكم. رسالة، السلام عليكم، حبيت أشكر هاي القناة اللي توصل صوت المواطنين، ومن خلال هذا المنبر أريد أوصل صوتي بشأن السجناء من النساء. ليش ما يطلعون النساء؟ إن كما تقول لا حول ولا قوة، شكوا ساجنيهم، فرحوا أطفالهم وأهلهم، وجاي العيد والله يوفقكم، تحياتي أم نور من بغداد. نعم، أم رعد تقول ابني مواليد 99، تقول بخصوص السجناء العفو الخاص والباقين شلون، تقول ابني بريء، أخذوه من الباب وحطوا السلاح براسه وحكموه سنتين على مود دراجة تقول أخذها من صديقه. رسالة من أبو حاتم من الموصل يقول في يوم من الأيام كان العراق غابة الأسود، واليوم مسرح للضباع، عزة الشامندر وأمثال مثل هذا. اليوم نجا من تحرير الفاو يتفاخر بأنه من قاتل الجيش كما يقول العراقي الباسل. نعم، رسالة من أبو عمار بن الرمادي يقول السلام عليكم، بالنسبة للعفو أشو يقولون وما ينفذون، أنا ابن الخطف من سيطرة الرزازة، إحنا نريد العفو يشمل معتقلين الرزازة لأنهم أبرياء وما عندهم أي ذنب، خلي فرحون أمهاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونشكر قناتكم لأن توصل صوتنا. نعم، أم أحمد من الموصل تقول السلام عليكم، وطالب الحكومة بالعفو العام. نعم، أنا أعتذر عن استقبال الاتصالات على خدمة الواتساب، خدمة الواتساب فقط للرسائل القصيرة، فقط رسائل مكتوبة وليست صوتية، يعني بعض الأخوة والأخوات دازين رسائل صوتية. يقول السلام عليكم أستاذ عمر، لا خلاص للعراق إلا بطرد جميع الأحزاب الفاسدة والميليشيات الموالية لإيران، وهذا سوف يتحقق قريبا من خلال ثورة تشرين المباركة وتقديم جميع الذين تورطوا بدماء الشعب العراقي إلى المحاكم الدولية. محمد من الأنبار. السلام عليكم، زهراء من الناصرية تقول أخوي مسجون بسجن الإصلاح بالناصرية، نطالب بالعفو العام، رجاء العفو العام. أرجع وأقول نعتذر استقبال الاتصالات على الواتساب، الاتصالات على الواتساب، رقم الواتساب فقط للرسائل القصيرة، إن هواية أكو من الأخوة والأخوات دي يتصلون حاليا. معنا اتصال أبو محمد من بغداد، فضل أبو محمد. السلام عليكم، شلونك أستاذ عمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله. والله أستاذ عمر، هو البلد يقول لك ظل البيت لهم طائرة وطارت ليبر الطائرة. نعم. أمريكا هم جابوا الميليشيات يحكمون العراق. نعم. ماكو لا رئيس وزراء ولا رئيس برلمان ولا رئيس كتلة، كلها اللي يحكمك رؤساء الكتل والعمايم الإيرانية والميليشيات، هذول اللي يحكمونك تبعية الأمريكا، دولة خدم جو أمريكا. نعم. هم دول اللي يحكمونك وعدهم الضوء الأخضر من أمريكا، ما أخذ غير بس الله سبحانه وتعالى ينتقم منهم ومن أمريكا ونخلص. وإلا هذا الفيلم يقول لك أنا مقدس وأنا مقدس، يا مقدس أنت، أمريكا جابتك وأمريكا حطتك وأمريكا دربتك وأمريكا مكنتك، وين المقدس مالك؟ وين المقدس مالك؟ هدمت بيوت العالم، فلشت بيوت العالم والطائرات الأمريكية فوقكم وتقول لي مقدس؟ هو أنت طب المناطق هاي فلشتوها على رؤوس أهاليتها، طبها أنت لو الأمريكان الطائرات فوقك وتقول لي مقدس؟ أنتوا أكبر مكسين على وجه الأرض، أنتوا الأمريكان والحكم للميليشيات، ما كان رئيس وزراء ولا رئيس برلمان ولا رئيس، خلاص
كل من ينخدع يقول عندنا رئيس جمهوريه ورئيس وزراء دول عبارة عن هدم للامريكان ياخذون رواتب. وقال هذا برامج منعول الوادين بلايمر قالها. قال احنا اول بدايه ما جوا ذولا الحراميه وقعدوا وعبانا يحكون لنا على العراق يحكون لنا على اول ما حكوا على الرواتب وحكوا على المخصصات. الو ما شايفين شو ترجم من ذولا انت؟ نعم شو ترجم منهم؟ نعم حايرين بس بجيبهم لناس مفلسين اللي كان يشتغل بالعتيق واللي كان يشتغل بالتلك وجاء فلش العراق رجع العراق الى زمن العثماني. هو قال هذا المجرم الوزير الامريكي الدفاع الامريكي رامز العراق الى زمن قبل القرون الوسطى. نعم راح نجيب له جماعه وصوتهم عليه ناس حمج. نعم وما صار ما صار ما صار كل حال اذا ما الله سبحانه وتعالى يخلصنا من امريكا وايران وميليشيات ايران. نعم أنا أشكرك أبو وأنا محمد. أشكرك السلام. شكرا أبو محمد من بغداد. رسالة واتساب يقول السلام عليكم أخوكم من البصرة، سلامي إلى قناة الرافدين البطلة المتحدثة باسم الشعب العراقي، الله يسلمك ويخليك ويحفظكم ويحفظ أهل البصرة. رسالة يقول السلام عليكم، بلا زحمة بلك الرقم للاتصال بالبرنامج ما قاعد نعرف. عزيزي موجود الأرقام، هذا مع الواتساب اللي هسه طالع مع الرسائل، وراح تطلع ثلاث أرقام قدامك ممكن تتصل على واحد من هاي الأرقام اللي موجودة يمك. نعم السلام عليكم أستاذ عمر، وياك أختكم ياسر من الرمادي، نطالب من حضرتكم بإيصال صوتنا إلى الحكومة بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة، فرحوا قلوب الأمهات وآبائهم وأطفالهم، والله محرومين أكثر من 4 أعوام، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يعينك والله يفرج عنكم، وإن شاء الله يا رب تسمعون خبر قريب عليهم يرجعوا لكم بالسلامة. معنا اتصال صباح من بغداد، فضل صباح. السلام عليكم أخي عمر، أرحب بكم قناتكم الكريمة وبالمشاهدين، إن شاء الله الله يحفظ العراق والعراقيين. بالنسبة لموضوعكم موضوع الميليشيات اللي حاليا جاي يسوون دوريات، احنا نعرف هاي رسالة من قادة الميليشيات إلى الجارة السعودية، يعني يريد يقولون لهم احنا قريبين على الحدود مالتكم، جت من اسيادهم الفرس ان يطلعون دوريات وغيره في سبيل غايه منها تمشيط المنطقه، بس هو كذب، مجرد شغله اعلاميه وفرض نفوذهم بهاي المناطق. يعني المفروض بقائد عمليات الانبار والمفروض بقائد عمليات الجزيره وقائد شرطه الانبار المفروض ما يتقبلون ان ميليشيات طائفيه تدخل محافظه الانبار، الانبار مستقره حاليا، يعني احسن من هواي مناطق من بغداد ومن جنوب العراق ومن كركوك اللي احنا نشوف الخروقات اللي جاي يصير بيها. هاي بعد ما هم علنا من النصر المؤزر على الارهاب، حاليا طلعت هاي الخلايا النائمه وغيرها وقاموا يفرضون سيطرتهم للغايه من عندها، هو ويصار رساله للسعوديين ان احنا قريبين عليكم بالحدود هاي لا اكثر ولا اقل. وقلت لك استاذ يعني مثل هاي الناس اللي البدو، احنا معروفه الانبار أرض صحراوية وجزيرة شكبرها، والأنبار ثلث العراق، البدو مو اليوم البارحة، يعني قبل ما احنا نصير هم عايشين بهاي المناطق وماخذين يعني العمل مالتهم الغنم وغيره، وناس يجنون الغنم واحنا مستفادين، يعني الأنبار وبغداد وغيرها من هاي الثروة الحيوانية اللي عندهم سواء مختلفة. فهاي من يجي على انت هذا رجال بدوي، البدوي الليل اظلم يهجم عليه وحش يهجم عليه ذيب، يعني لازم عنده سلاح مرخص او حتى بدون ترخيص هو بجزيرة. القاعدة بيانات موجودة ولا لهم علاقة هم بالارهاب البدو، ناس بدو، يعني شلون تيجي تحلف مرة وتستفزوها؟ شفنا احنا مقاطع الفيديو ناس معممين، يعني انتم مو خزي وعار عليكم وعلى المذهب اللي انتم تتبعوه ان شايلين عمامة الرسول عليه الصلاة والسلام وتجيون على مرة وتحلف لكم باليمين يعني ما عندي بس مخزن واحد يلعبون بيه الجهال وطلقات ما بيه ويهينون العالم وياخذون جناسيهم ويطلعون، وين الدولة؟ وين القانون؟ وين فرض القانون؟ ميليشيات طائفية جاية ما نعرفها منين ولا هنعرف الإيران. انتم بدل ما هيروحوا الجبل مكحول او الكركوك او السامرة اللي جاي يصير خروقات بها من قبل ارهاب داعش وفرضوا سيطرتكم هناك في سبيل، احنا نقول يا ابو عمي انت صدق مجاهدين مثل ما تدعون، لكن يجون بالانبار يسوون هيك فعاليات، المفروض بسياسي السنة والقائد شرطة وقائد عمليات المفروض ما يقبلون،
ما يقبلون، لان احنا قاعدتنا الجماهيريه بالانبار، اهل الانبار ما يتقبلون ناس ميليشيات تبعيه ولا هم الايران يجون يفترون بالانبار بدون علم احد، وصدقني ما حد يدري، لا مدير الشرطه يقدر يتدخل ويمنعهم ولا حتى قائد عمليات يقدر يمنعهم، ناس ذولي خارجين عن القانون. ايش قد قتلهم؟ ايش قد سوهم؟ حتى على الرزازه اللي هي قريبه عليهم وصارت الحادثه 1400 شخص، لحد الان ما نعرفهم هذول مغيرين، ما نعرف مصيرهم، هم نفسهم ذول الميليشيات الطائفيه، هم نفسهم الخطفوهم. حزب الله وميليشيا علي الاكبر والنجباء وغيرها وهذول الاسحالات اللي حاليا يسمون انفسهم مجاهدين، مجاهدين على منو؟ مجاهدين على ابرياء وعلى البدو وعلى نسوان، يعني حتى حكي ما يعرف يتعذروا لكم، تجون على مود بندقيه ما تقول انت بالليل يهجم عليه ذيب على الحلال، اصابه تسليب، شلون يحمي نفسه؟ يعني انت روح افرض هذا القانون بجنوب العراق، جنوب العراق الله يحفظهم. لا مو تعرف اخي صباح، تعرف هم حصروا السلاح بيد الدوله وصار قانون بقت بس على هاي البندقيه مال هذا البدوي المسكين. استاذ عمر نعم. احنا يعني نعرف الانبار كل البيوت خاليه حاليا من السلاح بامر الدوله والناس مطبقه القانون، بالانبار احكي لك احنا مدينتنا مطبقين القانون، لكن بجنوب العراق هاي النزاعات العشائريه، وان شاء الله الله نتمنى لهم الامان يعني. يعني يقدر هذا بالميليشيات يروح يفرض القانون، خلينا نقول بالبصره بالعماره بالناصريه، البيوت والاهالي والمواطنين مدججين بالسلاح وانواع السلاح خفيف وثقيل، ما حد يقدر يفتش ويمنع، ليش تيجي بالانبار؟ ليش تيجي بالانبار يعني تفتش وتمنع الناس من امتلاك هالقطعه واحده لحمايه نفسه؟ يعني احنا نعرف احنا الباديه كل شيء بيها، باديه الانبار كل شيء بيها، وحوش وبيها تسليب وبيها مهربين وبيها ارهاب، يعني ما تخلي لك بندقيه، يعني هم ناس اهل ذولا اهل التفق والبرنا والبنادق والمسدسات، يعني ما تقولون عيب تستحون انتم على نفسكم تجون على مره وشايب واعتيادي، هسه تلقى ولدهم مخطوفين من قبل الميليشيات واستفزازات وياخذون من عندهم من حلالهم، وشفنا احنا السيارات مع الحشد المقدس شلون يعني الحلال البار وغيرها شلون طاردوها وطشرم الحلال كله بالصحراء، هي هاي المراجل مالتكم؟ يعني هي هاي المراجل قادة الحشد؟ هي صارت مراجلكم على على البدو؟ على البدو على الناس اللي هم خادمينه؟ على اهلنا بالانبار هيش تتجاوزون عليهم؟ نعم. صباح من بغداد كان معنا، ام احمد من بغداد، تفضل يا ام احمد. ام احمد تسمعيني؟ انقطع اتصال مع أم أحمد بغداد. أم أنس برسالة على الواتساب تقول: السلام عليكم أخي، انطالب بالعفو العام، أخويا صار 13 سنة مسجون بسجن الناصرية. رسالة تقول رنا من بابل: السلام عليكم، تحية حب واحترام لقناتكم الكريمة، بالمختصر العراق ما يرجع مثل قبل إلا إذا انتهت كل الأحزاب وهم دا يتخذون مسألة وباء كورونا ذريعة، تقول راجعين لهم إن شاء الله حتى ولو بعد حين. تحياتي لكم رنا من بغداد. رسالة: حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة، فرحوا الأمهات حتى الله يفرحكم، والله كلهم مظالم، فرجوا عنا أو عنهم. احد الاخوه ده يقول على مود الرقم، اخي الارقام الموجوده اليمك على الشاشه ذني ثلاثه هن ذني فقط تقدر تتصل عليهم، ماكو غيره، لان تدري الحكومه بالعراق كل ما نخلي رقم عراقي يحرقوه، تدري ما شاء الله بنا كل المستشفيات وماكو فقر بالعراق والامور تمام هاي لاحقين على هالرقم حتى الناس تخابر عليه، كل ما نحط رقم يحرقوه. نعم. يقول: السلام عليكم، تحية لكم، والله إذا لم يتم إصدار عفو عام في هذه الفترة وخصوصا وجود كورونا بعدها ما يصير عفو، راح يبقون ولدنا بالسجون. عثمان من الأنبار: السلام عليكم أخي، شلونك؟ بس نطالب بالعفو للمساجين، تحياتي لكم رمزي من بغداد. رسالة: مساء الخير قناة الرافدين، أخي عمر أشوف الدولة العربية انطوا عفو عام، بس بالعراق ما انطوا عفو، حسبنا الله ونعم الوكيل على هذه الحكومة الفاسدة.
نعم، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.